اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش ستيك بصوص خل العنب والصودا. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويتش. مكونات الساندويتش ستيك مشوي جاهز، طماطم متقطعه صغير وبصل برضو متقطع. هنستعمل شويه صودا، شويه خل عنب، شويه صوص باربيكيو، وشويه عصير عنب، وطبعا شويه ملح وفلفل. وهنسخن البصل بشويه زيت. ملح، رشة فلفل. بعد كده نقطع الستيك شرايح، قلب بعد كده نحط الطماطم. ممكن نحط بقى باربيكيو. شوية من خل العنب. شوية من الصودا. شوية من عصير العنب. نعلي بقى كده شوية تاني. شوية فلفل. نحط الستيك يسخن شوية معاه. كده الساندويتش بتاعنا جاهز، ساندويتش فيليه او ستيك مشوي بصوص العنب والصودا، ساندويتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا. هنطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. رجعنا تاني نعمل العصير. هنعمل عصير بطيخ بالنعناع. المكونات: بطيخ اصفر واوراق نعناع اخضر طازه، شويه عصير، شويه شربات نعناع، وشويه تلج، وشويه ميه.
بطيخ الاول شربات النعناع حوالي 3 معالق ورق نعناع تلج شوية مية هنحطه بقى العصير في نص بطيخة احنا قطعناها وفضيناها من هنا عشان خاطر نقدم فيها العصير دي بتبقى سهلة ممكن تتعمل كده بمعلقة مفيهاش مشكلة وبعد كده نحط العصير فيه كده العصير بتاعنا جاهز شكله حلو زي الحاجات اللي بتتعمل بره بس نعملها في البيت طبعا اضمن واحسن ساندوتش حاجه ساقعه من هنا وشفا